الله يصلحك ويهديك. عود عود بدي افهم شو اللي عامل فيك هيك؟ شوية زعران وسرسرية عملوا لي قتلة، عم صار فيني هيك. قلت لي سرسرية؟ ولك أنا بعرف مين اللي عامل فيك هيك. شو قصدك؟ غشك وقلة ضميرك هو اللي بيخلي الناس كل يومين والتالت يعملوا فيك هيك. آخ آخ يا مرأة، لك ما بقدر إلا ما أخلق، ما فيني بيع مواد صافية وإلا بخسار. لك يا رجال، إذا غشيت أكيد رح تربح كتير، بس عم تاكل قتلة. الوجع بيروح بس الربح بيضل. سبحان اللي خلقك على هالمنطق. قومي حطيلي أكل، قومي هلأ وقت الأكل؟ لك قومي أحسن ما أنفض بدنك هنفض. قومي. ليش قدران ابن عمي؟ قومي قومي. يلا. ريالي لك شو بقى معلمي؟ اخي روقنا بقى، خلصنا. ليش هيك ممقوت وما قتلي معك؟ لك انا ما بروق اذا ما استخدمت عضلاتي كل يوم. ايه بعرف بعرف، مع عطاره شو بدي اعمل لك؟ اذا قال لحاله صايروا اكابريه وبطلوا يتقاتلوا. هلا صاروا كل الناس اكابريه ولاد قصور. ايه ما كانت العلاقه تعطينا اللي فيه نصيب، هلا ما عاد حدا التكش بحدا. معلش معلش معلمي معلش. على مالك على عيني على عيني. ذكرت على ايدي، ايدك توجعك من هون ذكرتها. حقك على راسي، انا رايح اعمل لك كاسه شاي. ايه لا تروح، استناني. روح بخشتلي ابني. يا معلمي يا معلمي يا معلمي يا معلمي، في صوت برا عم تقول وين برا؟ اجتنا الرزا اجتنا. يلا يلا هوم 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 يلا دخيله. انت بعرفني، كنا قاعدين انا وغنام وسمعنا صوت حرمي عم تصرخ ورحنا راقدين. كمل كمل. ولقينا رجال نازل ضرب بالحرمة، وانتو بتعرفوني انا حمش ودمي حامي. ايه والله يا ابن عمي حمش. وقلت وينك يا ابو رعد؟ روح. ورحت ونزلت فيه سبق وضرب، وشي هون وشي هون ورمته. ايه والله بيستاهل، الله يكسر ايدي. الهي حدا بمد ايده على حرمة. لك طلعت الحرمة مرته وضربة حماتها بالعصاية. يلا لا يوفقها على العملة. لك شو هالسماعات هاي اللي عم اسمعها؟ وقت عرفت هيك امتسحبت حالي وتركتهم بالزقاق يصطفلوا ببعضهم. ايه محقوا ان شاء الله يصطفلوا، الله لا يوفقهم. تقبرني. يلا هدي حالك، انت هدي حالك، رح نقوم نحضر لك الاكل. ايه قومي حضري لابن عمك. قومي ابن عمي. تقبرني. والله انا مشتاقة لأمي كتير، وعلى سيرة هاي الام يعني قلبي تقطع. معلش روح شوفها. ايه شو علي؟ لازم تروحي تشقي عليها كل فترة والتانية. لك روح إلهي يا رب، الله ما يحرمني منك. لك الله يرضى عليك. يا ربي دخيلك من هالحالة. يا علي إن شاء الله، يا علي اضرب عليك. شو ساوي يعني؟ شو أعمل؟ شو بدك تعمل يعني؟ شو رأيك تترك هاي الشغلة وتقعد بالبيت؟ ولا قلك لقيلك شغل تاني؟ إيه لا ما حذرتي، الدكان ما رح سكره. لكن بكره بيطلع عليك صيت انك انت غشاش، وما بيعود حدا بيجي لعندك على الدكان. لك يا حرمه، الحاره فيها خلايا كتير وكلهم بيجوا على الرخص. ايه هلا هن بياخذوا البضاعه من عندك، لما بيروحوا على البيت بلاقوها مضروبه بيرجعوا لعندك. مو صح هذا الحكي، العالم ما بتفرق معه، بهم الرخص. لا يا سيدي بتفرق معه، والدليل ليكو قدامي. لك يا مرا شو بدي ساوي؟ إذا ما خلطت العاطل مع المنيح ما بنفي، يعني عم روح العاطل مع المنيح. طيب هلأ أنت شو بتشوري علي؟ ما لقير تجيب واحد يدافع عنك. شو رأيك تجيب أبو رعد؟ إيه والله أبو رعد أبضاي الحارة، لك دخيل عقلك أنت. أنا شفت، بس أنا بدي حلواني. أحلى خاتم. ما بدي خاتم، بدي مبرومة. مبرومة من عند البغجاتي؟ لا سيدي، من عند الصايغ. أحلى مبرومة لعيونك. بس بشرط واحد، بدي روح معك لعند الصايغ، لأنه بخاف إنك تجيب لي إياها مو ذهب، لأنك أنت غشاش. لك بغش كل العالم،
ولا مرتي ما بغشه ولا هو. قوم هلا روح لعند ابو رعد واتفق انت وياه. يا الله. يعني انا لهلا ما فهمت شو بدي اشتغل عندك؟ قتل، ضرب، خناقه، نيابه عني. ليش في حدا عم يتعرض لك؟ اوه كتار يا ابو رعد. وليش بقى؟ هذا يا سيدي بيطلع لهم بحصة بين الحمص أو زيوانة بالعدس والبلغور، بيقوموا بيحطوا الحق علي. أيوه هلأ فهمت، يعني عم يعتبروك عم تغشهم. تف من تمك أبو رعد، تف من تمك. ليش عصبت؟ لا صرخ بوشي أنا أبو رعد. حقك على راسي أخي، قديش بدك بالشهر لأعطيك؟ والله بدني ما عاد اتحمل من كتر الضرب. ماشي، إمتى بدك يا أنا مبلي؟ بابا هيوك يا ابا يوب. من هلا اذا بدك بلش. لك مو عيب عليك، لك مو عيب على شواربا. انا اب جميل على سن ورمح بتبيعني حنطم سوسه؟ يطول بالك. وانت شو دخلك؟ روح بالك. روح. الله يصلحك يا ابن عمي، انت ليش عم تشتغل معه؟ لك بده يعطيني قد ما بدي. لك هاد غشاش بغش امه وابوه، بدك اياه يعطيك حقك؟ اي والله بحسب الله ما خلقه. ابن عمي خد حقك سلف منه. ها وانا من رايي مو هذا المهم، المهم يكون في خناقات، اضرب وانضرب. انا ما بقدر اقعد بدون خناق، موت. بعيد الشر عن قلبك، تقبرني بعيد الشر. بعيد الشر والله. الله يرضى لي عليكم. والله يا مرتي فضلك على راسي من فوق، لك كل عمري ما بنسالك. يا بسم الله عليك، ليش شبهك؟ لك شو شبهني؟ أبو الضباب كان أكلني أكل وأرمشني أرمشة لولا أبو رعد. حتى تعرف مرتك وأفكارها. إلي كان دخيلك ما أزكاكي. وين الحلوان تبعي؟ أنو حلوان؟ لك المبرومة الذهب. قصدك المبرومة. قومي البسي ملايتك لنروح نشتريها. شوف بدي نقية أنا بذات نفسي. مثل ما بدك. يلا يلا. مبرومة. يخرب بيت ولا ابو ضباب ايده مثل المخباط. الله لا يوفقه الهي، بعت لي حمى عليك يا ابن عمي. وهداك اب مهيوب وين كان؟ هرب مثل الصوص. اوعى ابن عمي ياكل حقك عليك. بكره باخذ حسابي منه لشوف شو بده يعطيني. لك لازم تكون بالسليم تقبرني. اصلا انا متحلف له بقتلي على قد ما بيغش الناس. الله وايدك. لك بده اياها، خليه بطل غش بقى. اخ والله صايرين عم يتكاتروا علي، بدي روح جيب غنام يأذن. لك شو بدك بغنام وشو بدك ببطيخ؟ انت قبضاي الحارة بتكفي لحالك، ما بدك حدا معك. لا تخاف بعطيه راتبي. بس ما قلت لي قديه بدك تعطيني؟ وحياتك يا ابو رعد ما بنختلف. لا عمي بنختلف، ناولني سلاف. على راسي. ها مسيك هيت للذهبات منيح. ايه منيح تمام. أكل أروح شوف غنام أنا. أبا هيوب يا غشاش يا حرامي، أنا بورجيك. إجاك الشغل، يلا أبو رعد إجا. أمين أنت يا أبا. والله شرفتينا والله، الله يخليك يا عمي. يا عمي أهلا وسهلا عليم، الله نورتينا يا أم هيوب. تسلمي بقامتك إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. إن شاء الله بتسلموا لي، أحلى ضرتين بالشام كلها. لك شو ها؟ شو هالمبرومة الحلوة؟ ما شاء الله عم تبرق برق شكلها جديدة. والله باين عنك فتحة. إن شاء الله ألف مبروك وتتهني فيها. تعرفي؟ أنا لأنه ذكية رحت مع جوزي على الصايغ ونقيتها بإيدي. وليش بقى؟ لأنه كان غشني مثل ما عم بيغش الناس كلها. أيوة مشان هيك اليوم والتاني عم ياكل قتلة من العالم. ولهيك استعان بأبو رعد مشان ياكل قتلة. الله لا يوفقه، سود لي وشي قدام العالم كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شربي قهوتك تقبلي، شربي قهوتك تفضلي. أعكم تكونوا شارينا من عن جوزي. ها ليش غشاش بهي كمان؟ إيه غشاش. الله لا يوفقه. لك يخرب بيته هالأبو مهيوب، لك كل يوم خناقة. من كتر ماله غشاش ابن عمي. حتى مرته خبرتنا أنه راحت معه على الصايغ. إيه شو السالفة؟
ما في شيء شغله بلا طعمه يعني. قال شو بدها تشتري مبرومه، مبرومه هي الذهب اللي نحن ما عندنا منها. قامت راحت معه مشان ما يغشها هو يجيب لها شيء وحده مو اصليه. على سيره الذهب اعطاني 3 ذهبات. بالله جد؟ ايه والله منحت 3 ذهبات ابن عمي، بس ما يكونوا مخشوشين. شلون شلون؟ والله اذا بيكون عامله لا اطلع بخوانيقه. يعملها بالشمس. ابو رعد منيح اللي اجيت. ابو ضباب جاي يقتلني مره ثانيه انا وياك. لك مو ابو ضباب اللي بده قتلي. لك مين؟ لك انت اللي بدك قتلي. اعطيني ذهب عنتيكا يا واطي. خذ هي ذهبي، هي ذهبي، هي ذهبي. شو اختي؟ فتحتيها بالموضوع لحميده ولا لسه؟ كملها فتحتها. شلون يعني؟ شو قالت ايه ولا لا؟ وشو بدها تقول؟ بعدين وين بدها تلاقي احسن من ابن خالتها؟ ومن لما كانت صغيره وعمرها 7 سنين ونحمل والحميده لنادي. شو حميده؟ منا سمعانين صوتك؟ اللي بتقوليه خالتي اللي بتقولي. يعني بعدين انا وين بدي الاقي شاب ادمي مثله؟ ضل ابن اختي وسعره بسعر اولادي. وانا هذا اللي عم اقوله. يعني ربيانين سوا ومثل ما بيقول المثل، يلي بتعرفه أحسن من اللي بتتعرف عليه. الله يقدم لي فيه الخير. إن شاء الله يا رب آمين. حميدة، تركيني أنا وأمك شوي، بدي أحكي أنا وياها كلمتين. عن شو بدكم تحكوا؟ أمي خلصنا قومي. يقبرني هالطول. إيه أختي. شو أخي؟ معقول بدك تتجوز؟ والله أنا ما كنت ناوي، بس أهلي عم ينقوا علي. بالآخر قلت لحالي هيك هيك رح تتجوز، بقى ليش المطمطة؟ أيوه روح. الله يعينك، الله يعينك على العقلات اللي رايح عليها أنت. شبه العقلاتي؟ لك شو شبه هون؟ بتعرف شو يعني تتجوز؟ يعني رح تنكم. بكره خود بقى. ليش سلمت على بنت عمك؟ وليش سلمت على بنت خالتك؟ وليش طلعت لهون؟ وليش تأخرت على البيت؟ وأمك عملت هيك وما بعرف شو ونا وساء. ولك شو بدك بالقصة؟ هلا البنت اللي بدي اتجوزها بنت خالتي، يعني محلولة القصة وصغيرة، ما بتعرف الخمسة من الطمسة. بتقلي على اللبن أسود، بتقلك حاضر، بربيه على إيدي. أيوه لا تؤاخذني من شان الله، يعني إذا بنت خالتك شو غير البنات؟ ما بتنق؟ ما بتساوي شيء؟ لك سيدي أوليت على آخر بدك تجواز. سيدي الله يهنيك، الله يسلمك، عبال عندها. لا أنا ما بدي، أنا زلمة يخليني هيك لحالي. بطلع القهوة إمتى ما بدي، برجع على البيت إمتى ما بدي، بروح بطبق نسوان بالحارة إمتى ما بدي. هيك عصفور طيار. صحيح رايح لعند الخانو؟ لك لكان اليوم واعدها بالخان. شو تروح؟ والله بروح، أنا اللي بروح. اسمعي يا بنتي هالكلمتين مني ومن خالتي. وشو ما منقلك بتقولي حاضر. حاضر. إذا إجا على البيت تعبان ما بتزني فوق راسه، فهمتي؟ وبتدلليه وبتسايري وبتشعلي له أصابعك العشر شموك. وإجا قال لك ما معي مصاري، لا بتقولي له بدي مصاري وبدي قماش وبدي أنزل على السوق، أوعك أمي. ها شوفي، لا بتشكي ولا بتبكي ولا بتعترضي. أوعك يجي ما يلاقي طبخة بالبيت، أوعك لازم يجي يلاقي طبخ بالبيت، فهمتي ولا لا؟ فهمتي. اسمعي، طبخ بتنطفي وبتشطفي وبتكوي وبتعمل له كل شيء بده اياه، ولا تقولي له لا. وبس يجي من شغله بتحطي له الطشت وبتحطي له رجليه وبتنقعيهم بمي وملح، فهمتي؟ لا ايه ما بقول له لا. ايه ولا بتسالي شو عمل برا وشو جاي يعمل جوا، ضلي ساكته. واذا تاخر مع رفقاته بالسهره لا تنقي فوق راسه وتقولي له وين كنت، اوعك. ها واذا نام لا تفيقيه، بتعملي له فنجان القهوه عند الصبح وبتجي لعنده بتقولي له حاضر يا ابن عمي. واذا قال لك حطي البنبور وحطي المي وبدي اتحمم دغري بتركتي قوام قوام قوام، فهمتي؟ واذا قال لك اللبن اسود بتقولي له اسود. واذا قال لك بدي لبن العصفور قوام بيحضر. اسمعي بقى حميده، هيك بتكسبي جوزك لصفك. شو يعني؟
يعني يا ابني لازم تعجل بالقصة وتحدد كتب الكتاب والعرس. ايوه. طيب يا عمو، شو طلبات البنت؟ يعني ما لازم هي كمان تتجهز تتنضى؟ يا ابني بنت خالتك بدها سلتها بلا عنب، يعني هن ما طلبوا شيء. ايه روح ضحاك بعبك، الله بعت لك مرأة آدمية. يلا شو بني انا امي؟ والله انت ما في منك، لك انت ابن بطني، بس يعني ملتهي بشغلك وعم تسهر مع اولاد ادو كل يوم للصبح. امي عم بتسلى. بدي خلقي بكره ما بتجوز بنضب البيت. ايه الله يسمع منك، انا شو بيهمني الا تكون انت مبسوط وتعمل عيله وبيت. الله يخلي لنا اياك يا امو. ويخلي لي اياك وافرح فيك على القريب العاجل يا رب. صحتين وهنا تقبرني، كل عمري رح لقمك بايدي. من ايدي من ايدي. يعني الله يسلم الايدين. صحتين وهنا. والله ما في مثلك انت طلعتي يا حميده. كني كنت غلطان يعني بزماني، لانه ما كانت عاجبتني قصتك في الجواز منه. خير ليش ما كانت عاجبتك؟ يعني ما بحب قصتي نقد النسوان وكتر الرغي. من هالناحية تقبرني تطمن وحط رجليك وإيديك بمي باردة. شو بتقول؟ أنا رح أقول آمين وحاضر ورح أكون خدامتك. صحتك. هيك عم عيني النسوان. روحي الله يسلم إيديك يا أمي على هالدناية. يا حميدة شكلها ما راح توجع لي راسي منه. شو ما عملت شو ما ساوي ما راح تسترجي تقول لحدا شيء. شو مي؟ شبك كاني عم دق على بيت ستي؟ لغ اطلع شوي تاني رح بغطى. شبك نادر شو صاير لك؟ شبك؟ شوفي وطي صوتك. ليش؟ لك شو ليش؟ نسي عن اني متجوز. ايه لا بدك مطبخني كان قد ايه؟ هلا هيك هيك نادر هذا اللي بعرفه. لا ما شاء الله وقت كنت عم حاكيك وقال لك انه انت زاني بكره لما تتجوز بكره اشوف مرتك شو رح تعمل فيك. لي لا ولك انا ما حدا بيحسن تضبطني. هيك خايف من مرتك ولا لا؟ لك مو قصة خوف، مو قصة خوف يا فاروق، بس الواحد لما بيتجوز بصير يعني عنده عائلة ومرة ومسؤولية. هلا هيني بس لك اللي هيطر. عازمك على سهرة على كيف كيفك. فوت البيس وجهز دي حالك ورستق لي حالك هيك وتعطر وخلينا نروح. لك شبها خليها لبكرة. لا بعد بكرة. ليش؟ خايف خايف من مرتك. والله افضحك. هلا رايح على القهوه اليوم شفت نادر. شو شو هالزلمه ها ما رضي يروح معي هالسهره. شو رايك؟ لا تغلط عينك فاروق، انا ما بخاف من حدا. بعتت لي بتخاف من مرتك. ايه سيدي اذا ما بتخاف ورجيني. اخي فوت ترست صبر. الحقني مجنون هذا نادر. مرتي حميدة. ابن عمي اجيت. مو مرتي؟ ايه مرتك. ليش نايمة هيك برا؟ تقومي تاخدي برد. ما اجى من قلبي فوت نام بالاوضة لحالي وانت ما تكون معي. خير ابن عمي ليش تأخرت لهلا؟ والله كان عنا طلبية كبيرة بالورشة. ابن عمي شو الريحة؟ شو ماني شاوي مشي. طيب مثل ما بدك ما في ريحه. بدك تنامي؟
انت شو بدك بعمل؟ بدك من نام، بدك من نسهر، ساوي لك عشا جوعان، انت شو بدك لساوي لك؟ نسهر؟ والله بنسهر. الحين بنسهر. بنسهر. يلا. نبلش نسهر لك. شو هاد ابن عمي؟ خدي لي الخبي. شو ها؟ عرقسوس. هي عرقسوس. ايوه. مو طيبة طعمته، منزوع. ايوه يهمك، معك معك. بتلاقيها طيبة، خدي لك غبة تانية تشربي. ابن عمي ليكون هاد الشيء ما بيجوز. شو هذا اللي بيجوز وما بيجوز؟ مع جوزك كل شيء بيجوز. بجوز. خدي لي خبي. خلصت القنينة. مو طيب. بتعرفي يا حبيبة؟ ايه. لما اتجوزتك. ايه شو صار؟ ماني متذكر هذاك اليوم. ايه تعال انا بحكي لك. وقتها جيت لعندي وانا كنت لابسه الفستان الابيض وكنت لابسه القوس الابيض كمان، وبعدين جيت انا وامي وفتنا على الرفقه. الله روحه ما بحبه وسكبوني لكبه. الله روحه ما بحبه. شو جيت ابن عمي؟ قولي بسم الله الرحمن الرحيم. نقزتني نقزتني ابن عمي. من هذا الغريب؟ وانت كيف بتفوت على البيت ومعك رجال غريب بدون ما تقول يا الله يا الله؟ طياني يا الله يا الله. مين غريب؟ مين هذا الغريب صحيح؟ مين الغريب؟ لك هذا رفيقي وحبيب قلبي. لك دخيل ربك. تتعشى؟ لك انا اللي بتعشى. شو طابخه ابن عمي؟ طباخ روح. الله اكبر. طباخ روح وما بحبه لو سكبوا لينا كب. طباخ روح وما بحبه لو سكبوا لينا كب. وهو كيف بيعمل هيك شيء؟ مستحيل مستحيل ابني يعمل هيك. الله وكيلك يا خالتي، ما كذبت عليكي ولا حرف. لك ابني نادر ما بيعرف شو هو الحرام. خالتي انا مستعد احلف على المصحف، واذا بدك هلا باخذك لعنا على البيت لحتى تشوفي بعينك كل شيء. ولك انت شلون ساكته لهلا؟ عمو تقولي لا تحكي ولا تشكي، شو ما عمل فيكي؟ هذا الامر ما بينسكت عنه حتى ولو كان ابني. انا ما بيهون علي جرك للغلط. شو نسيتوا انكم انتوا اللي قلتولي اني انا ما لازم اقول له لا وما رد بوشه، وشو ما قال لي اقول له حاضر وامرك يا تاج راسي؟ مو انتوا اللي قلتولي انه شو ما صار بيني وبينه ما لازم حدا يدرى؟ لك مو انتوا فهمتوني انه انا ما لازم اعترض على شيء وشو ما قال قال له امين وحاضر؟ نحن علمناكي اللي علمونا يا اهالينا. ايه بس انتوا هيك خليتوني انجر ورا الغلط، خليتوني روح على طريق الحرام. والله العظيم وحياة الله أنا ما بعرف إنه ابني عم يعمل هيك. والله لو كنت بعرف ما خليته يتجوزك. بس أنا بعرف ابني إنه هو بخاف الله وما ممكن يعمل هيك، بس هدول أولاد الحرام هن اللي مأثرين عليه. إيه وهلأ شو بدنا نعمل أختي؟ اسمعي حميدة، أنت بتضلي هون ببيت أهلك وأنا رايحة لعنده أحكي معه كلمتين. أم فهم علي؟ رح يجي لعندك ويعتذر منك ويصلح غلطه، وان ما فهم علي بتقلي له باب صقاق بفوت جمل. ايه اختي ايه، ما صلى البنت شهر متجوزة بدك اياها تطلق والعالم يقولوا مطلقة؟ ولك يقولوا ميت مطلقة، احسن ما يقولوا عنا عايبة بلا اخلاق. ولك وابني هو الخسران. طيب انا خليني سايره شوي، بلكي هيك بينصلح حاله والله بيهدي. اسمعي ولي، هنن كلمتين بتحطيهم حلقة بإذنك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، عم تفهمي؟ كلمتين ما في غيرهم، يا اما بتترك هالمسخرة يا اما بتتركها لحميدة. شو قصدك عن امي؟ طلقها. لا والله لا والله ما طلقها، انا بحبها لحميدة. بالله
واللي بيحب التاني ما بيحميه وبيحفظه وبيخاف عليه من النسمة الطايرة؟ ولا أنا غلطانة لك سهري؟ ماني غلطانة خالتي، ماني غلطانة، أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطان. خلاص من هاللحظة بوعدكم ما عاد أطلع أنا ورفقاتي وسهرات برات البيت ما عاد فيه، واللي بتقلي عليه حميدة رح ساويه ورح حطها على راسي وعيني، وشو بتأمر ما بتصير كلمتها تنتين غيره. ها هذا هو ابني أنا اللي ربيته. أختي روحي جيبي بنتك لبيت جوزة. يلا. لا والله خالتي، لا والله، خليكي هون مع عمي، أنا براسي بروح بجيبها. ها هيك بدي إياه. يلا أوام شو ناطي. يلا يلا يا عمو يلا. لك يا غبي يا بهيمة، لك أنا بعدتك لعند أبو غالي مشان تجيب منه حساب، ما بعدتك لعند أبو شكري مشان تدفع له حساب. لك أنت إمتى بده يضل مخك مسكر؟ لك أنت لا يعتمد عليك بشي، لا يعتمد عليك بشي، لا يعتمد عليك بشي. طول بالك يا أبي، طول بالك، بعدين أخي بيكون فهم السيرة غلط، بعدين أنا حليتها للقصة. يا هذا أخوك يلي بيقدر الواحد يعتمد عليه؟ لك هذا إذا بعدته لآخر الدنيا بيرجع ثاني مغانم. ليه؟ لأنه بيشغل مخه، مو مثلك، مخه سميك فتحه. ولا يهمك أخي، أبوك بتعرفه دائما هيك عصب. ما في داعي تبرر، أنا بعرف شو قصده أبوك. يا مو، ليش أبي بحب أخي محمود أكثر مني؟ أنا على طول بحاول أعمل له شيء يحبه فيني، بس أبي ما بحبني. أبي عنده كل شيء بالدنيا ومحمود شيء تاني، يعني بحب محمود أكثر مني. يا مو، لا يكون أنا مالي ابنكم، لا يكون عم تربوني حسن وما لكم خبريني. لا يا مو، أنت ابننا ونحن منحبك. أنت ما بتتصور لما جبناك قديش نورت علينا حياتنا، بس أبوك بيقسى عليك لأنك أنت الكبير. بده إياك تكون رجال، بده إياك تستلم الزعامة، بده إياك تملي مركزك. لا والله يا عمي، ما رح يسلمني الزعامة طوال ما أخي محمود موجود معنا. أنت شو عم تحكي؟ شو يعني طول ما أخي محمود موجود؟ لك يا ابني، أنت وأخوك لازم تكونوا سند وعزوة لبعضكم. وأوعك مرة تانية اسمع منك هالحكي، أكيد رح يعطيك الزعامة لك، أنت فهمان؟ شو سالين أبي بأي لحظة يمكن يسلمه، منشان هيك لازم نبلش نخطط، لأنه أبي قالوا لمحمود تستلم الزعامة بعد ما أموت أنا، وأنا بموت إذا محمود استلم الزعامة. منشان هيك بدي إياك تفقص هاي القصة كلياتها. لك لعيونك، لعيونك معلم عبدو، أنا من إيدك هي لإيدك هي، إيمت ما بتأمر أنا جاهز. من اليوم، اليوم بتبلش تخطط لتفقص هاي القصة كلياتها، فهمت علي؟ براسي. شوف يا عبدو، من وقت ما توفى أبوك الله يرحمه، الله يرحمه، كل الحمل صار على كتاف أخوك. عم يقعد بالمحل لحاله ويدير أمور الحارة كلها لحاله، وعم يستر عليك على عدم مسؤوليتك وعدم اهتمامك. ولحد هاللحظة ما رضي يستلم الزعامة. لا فوق كل هاد، الشاب اللي نزل لبيت اللحام أبو حمدي وكانت بنته لحالها اتهموا أخوك فيها، وإنت ضليت ساكت. بدهم يشوهوا سمعة أخوك، إنت ما فتحت تمك وكنت رضيان بهذا الشيء. لا يا مو، مالي رضيان بهذا الشيء. صحيح أنا ما دافعت عن أخي، بس ما حكيت شيء ضده بالمرة. شو بعمل له؟ إذا كل أهل الحارة واثقين إنه هو اللي عمل هيك، شو بدك يعني أعمل له؟ حاجة يا مو، حاجة بقى تعملي لي إياه الذكي والفهيم، ولا هتعملي مثل أبي الله يرحمه كان كل شيء بده إياه يعمل له إياه. خلصينا بقى.
خلصينا منه. دخيلك يا ربي، معقول اللي عم فكر فيكم صحيح؟ معقول الغيرة توصل عبده إنه يعمل هيك بأخوه؟ أعوذ بالله يا رب، أعوذ بالله. لا لا، مستحيل مستحيل، عبد ابني ما بيعمل هيك. دخيلك يا رب، دخيلك يا رب توقف مع ولادي يا رب يا رب. شو حلم عبدو؟ شو رايك اللي عملت لك يا؟ هي سيرة أخوك صارت على كل لسان، الناس عم تقول عنه وسخ وأزعق، شي بيزرع بيوت العالم وبشوف النسوان، شي بيسرق القهوة، شي بيخون الأمانة وبيسرق خزنة أبوك. يعني أنا بظن هيك كفيت ووفيت وعملت كل شي بدك يا. ولك بري علي، بري عليك يا زاني، أقسم بالله العظيم إنه بسطني من قلبي على هالكلام اللي عم بسمعه على محمود. وينه؟ رح يوصلك حقك على دوس بار. بس اسمع شو بدي لك، بدي منك هالكام يوم تكف مغيب وتطلع هيك بالبيت، وان شاء الله ما رح تسمع غير الاخبار الحلوه اللي بتحبها كثير. ان شاء الله ان شاء الله. شرف، عازمك على كاسه شاي بالقهوه. يلا. شو يا أخي؟ بينتك ما طلعت قد المسؤولية اللي حملك يا أبوك. في حدا عم يلعب فيني وعم يشوه سمعتي بين الناس، والمشكلة كل ما عم حاول برق حالي ما عم بقدر. هيك القصة، لازم تعترف انه ابوك غلط لما وصى انك تكون بزعامة الحارة، ولازم كنت تحفظ حالك وتروح تتنازل عنا قدام اهل الحارة كلياتهم، لانه ليكو انت خسرتها وانا كمان، يعني ضاعت من ايدينا. أنا ما بيهمني لا زعامة ولا مناصب، أنا بيهمني رضا أبي علي بقبره وسمعتي بين الناس اللي صارت بالأراضي. بس أنا بدي أنصحك نصيحة، لا تفكر بالزعامة كتير، لأنه كانت مولابة لك بنوب. الزعامة بدها واحد قبضاي واعي ويعرف كيف يتعامل مع أولادين الحارة. برجع بقلك، الزعامة ما بتهمني، وقت بدي اتنازل عنها ما رح فكر فيها أبدا. أنا بس بيهمني أعرف مين هذا ابن الحرام اللي عم يشوه سمعتي، وبعدين ما حد يفرق معي شيء. عم بسمعك اختي معبدو، عم بسمعك احكي. انا يا شيخي جاي لعندك بدي احكي لك، ومو هين علي، بس ما عندي طريقه تاني وما عندي حل. اتسكرت البواب بوشي كلها، قلت لحالي بجي لعندك بتلاقي لي حل وطريقه، وبقطع الشك باليقين. احكي كل شيء بقلبك، وباذن الله ما بقصر معي. احكي. انت بتعرف يا شيخي ابني محمود زينة شباب الحارة باخلاقه وانسانيته، بس حاسه انه في ملعوب عم يلعب عليه مشان يشوه سمعته وياخذوا منه الزعامه.
بصراحة يا شيخي أنا شاكة بابني عبده، لأنه عبده طول عمره بيكرهه وبيحسده وبيحقد عليه، لأنه أبوه بده يعطيه الزعامة. وبصراحة أنا خايفة إنه ابني عبده يضيع حاله ويضيع أخوه، وأنت بتعرف ما في أصعب من العداوة بين الأخوات، مو مثل العداوة يلي بين الناس الغريبة. عم قول لحالي معقول عبده يكون ورا كل شيء عم يصير مع محمود؟ والله شغلة بتحط العقل بالكف. على كل إن عبده تركيني أفكر لك بالموضوع وبشوف لك شو بحسين سعدي، بإذن الله ما بقصر. كتر خيرك يا شيخي، إن شاء الله يكون كلامي مو صح. كلار عن إذنك يا شيخي. الله معك، الله معك أختي عبده. سمعت غليم، أنا عرفت شو عم يصير بينك وبين عبده وسألت. ما بدك تعترف، مو هيك؟ ما عندي مشكلة، بس عندي مشكلة لما بتحط إيدك على كتاب الله وبتحلف كذب أنك ما أخذت من عبده شيء وأنك ما أذيته لمحمود بشي. بقى شو قلت؟ شو قلت؟ بوز ايدك يا شيخي، أنا مالي علاقة، أنا رح أحكي لك كل شيء. المعلم عبده هو اللي قال لي أعمل كل شيء. مزبوط، أنا اللي نطيت على بيت اللحام وأنا اللي سرقت القهوة، والمعلم عبده أعطاني مفاتيح خزنة أبوه مشان أسرقها، بس الله وكيلك أنا أجير. أنا كنت عم باخد أجاري بس، لك أنا كنت أجير بكعكة. المعلم عبده هو اللي عم يخطط وانا بس عم نفذ. الله لا يسامحه، هو اللي ورطني، الله وكيلك هذا اللي صار. الله لا يوفقك لا انت ولا هو. لك يخرب بيتكم، انتم مالكم بشر؟ مالكم بشر؟ هيك شوهتوا سمعت محمود على شي بلا طعمي؟ الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابن الحرام يا واطي، عم تشوه سمعتي بين اهلي وناسي، والله لخليك تختخ بالحبس. انا مالي علاقه بشي، اذا بدك تعتاب اعتاب على هاد، هذا اللي اسمه اخوك هو اللي خطط لكل شيء. انا مالي علاقه، انا كنت اجير بكعكه. اذا بدك تحاسب حاسبه لإله. شو أخي؟ اللي عم بسمعه مظبوط؟ أنت كنت ورا كل شيء؟ اسمع يا ابني، سالم عمل يلي عمله من ورا عبده، والحق كله معك، وأنا مستعد برديك قدام أهل الحارة كلها. بقى شو قلت؟ شو أخي؟ احكي، عم بسمعك، قلي شو عندك، دافع عن حالك. البادي أظلم، أنت اللي سحبت بساط الزعامة من تحت رجلي. تعرف شلون؟ لأنك على طول كنت تعمل حالك القبضاي والفهيم والذكي، وغير هيك مدلل أبوك. منشان هيك أبوك قبل ما يموت وصى وصية إن تكون الزعامة لإلك. ليش؟ لأنك كنت تعرف تلبس ثوب الطيبة والبراءة قدامه، يلي أنا ما كنت بعرفها. بس من اليوم ورايح عبده تغير كتير،
الزعامة ما لها تكون لألك، الزعامة إلي، إلي وبس. أخص عليك، أخص عليك يا أخي يا ابن أمي وأبي، ما الزعامة إلك، الزعامة من البداية إلك. هذا كله كان ملعوب من أبوك لحتى تصير بني آدم وتصير رجال ونقدر نعتمد عليك. بس أنت طماع، بتتذكر حديث أبوك قبل ما يتوفى قال لك ما بتستلم الزعامة لحتى تكون قد مسؤوليتك، بس أنت ضليت مثل ما أنت، جواتك أسود وشر وبدك تضل حقودي. أنا لا بتهمني لا زعامة ولا مال ولا الجاه ولا السلطة، بيكفيني إنه الشيخ طاهر رح يبريني قدام أهلي وناسي وأنت تتهنى بالزعامة. بس أنا ما كنت بعرف إنه أبوك عم يعمل هذا الشيء لمصلحتي. قال لازم أنت تجي وتقلي. أخي والله البشر كلهم خطائين وأنا من البشر، أنا غلطت غلطت وعم باكل هلا صبيعي ندامة. أريد دواك، محروق قلبي على أبوك، أبوك اللي كان عم يفكر لمصلحتي ومصلحتك. بوس إيدك تسامحني، سامحني يا أخي، سامحني. أصلاً الزعامة ما بتلبى غير لإلك، إلك وبس. هلا مو مهم الزعامة، المهم هلا تتصافى القلوب. أنتوا إخوة والله لا يفرق بيناتكم. يلا محمود عبدو بوسوا بعض وامسحوا وشكم بالرحمة. سامحني يا أخي، سامحني ببوس ايدك. اصلا انا ما عاد لي حدا غيرك بهالدنيا، انا غلطت، انا غلطت، بعرف اني غلطت. جايب قهوة على أساس القهوة ما بتسوى للبدن؟ ما بتسوى لجيبته ولا جيبت كل واحد منتن مثله. الله يخلصني منه أهون سبب. لا يا مو، ما بيصير تدعي على جوزك. لا يا مو بيصير، أنا مظلومة ومن حقي ادعي على اللي ظالمني. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هو معه مصاري لا بيصرف على حاله ولا على أهل بيته. لك تاجر عنده مال ما بتاكل النيران ومستودعات وبيوت، بيبخل على مرته وقية قهوة ما بيجيب لها. يوك لكن منين هاي القهوة؟ يا مو ما تزعلي، أنا غافلته مغافلة وبصراحة كل ما بصح لي بغافله. يو هاي اسمها سرقة يا مو. لا يا مو هي ما اسمها سرقة، رب العالمين بيقول رجال قوامون على النساء وأنا مسؤولة منه من أكلي وشربي ومصروفي، وهو عم يعاملني معاملة الكلاب. مين اللي عم يسرق التاني يا مو؟ مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن إجاكي واحد غني ومقتدر قام طلع بخيل مأمتين. هاد نصيبي من الدنيا يا ما، شو بدي أعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعيلي يا مو تعيلي. إلهي الله يفرج همك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ماني شامم ريحة أكل؟ شو مانك طابخة؟ بلا طابخة، جاهزة الطبخة، بس قلت لحالي بنقي هالخبازة عم تدبل بجهزة لطبخة بكرة. إيه المهم شو طابخة؟ خبازة. ليش في غيرها هي والسبانغ والهندبة؟ بلا لك مصدي، قومي جيبيها. يلا تحركي. قال دبلانة مثل الفلة. ولي عليك شو بطرانة انت؟ بطرانة ريحتها بتشهي. تفضل. تفضل. مو عاجبتك يعني الخبازة؟ لك والله نشف قلبي من الخبازة والسبانغ والهندبة. لك يا ابن الناس، لك مشتي على أكلة لحمة بالصينية، على صفيحة، على جاج. جاج ولحمة؟ لك شو بدك انت؟ بدك تجنطيني ده؟ من ايمتى اللي بياكل لحمه بينجلط؟ والله بعرف انا بيوردوا خدوده وبيصير مثل الحصان. حصان اللي لفتك شيني لمستوره، شيني اكثر بنوم. ايه انت كل خبازه وانا رايحه لعند امي اكل. شو طابخه امي؟ والله امي كريمه كثير وطبخها كثير طيب، يعني بتكون عامله رز وجاج، لحمه. طيب وينه؟ بركض يعني انا وياكي منروح نتغدى عندها. شو؟ ابن عمي، أنا ترباية أمي وأمي معلمتني الطبخ. جيب لي لحمة وأنا بطبخ لك طبخ أطيب من طبخ أمي. لا عاد لي بيصير، لا عندي بنضيعك هلا، لا عاد لي بيصير بنوبة، خليني أعرف أضغط اللقمة. بعدين روح لعند أمك ما عاد في، ذكارة فيكي ما عاد في، روح لعند أمي. ليش؟ هيك أنا حر؟ حر أنا؟ تركني، وين نفسي؟ بس وين نفسي بدي أعرف آكل؟ لا سد النفس. لحمة 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 مخطومة عن لحمة. شو بقى الخبازة؟ إن شاء الله صحة وهنا، ريتك تقبريني إن شاء الله، ندراً علي لأحزب حسابك كل ما طبخت. يا مو، هذا جسم بده من كل شيء، أنا مالي خروف أو بقرة لحتى ضلني بس آكل خبازة وحشايش. الله لا يسامحه، والله لا يوفقه، لكن اللي بيقهر إنه هو مليان. والله العظيم لولا خوفي من الله لأكسر له هالخزنة ووزع مصاري على كل الفقراء والمحتاجين. لا يا مو، ربه بيحاسبه، عم تاخذي من ورا ظهره مرقناها. بس تخربي بيته لا. يا مو اي بيت عم تحكي عنه؟ هذا بتسميه بيت؟ لك اللي بده ياخذ بنت العالم لازم يستتها يا امي. الله لا يوفقك يا نعمان يا ندل. امي مشان الله لا تواخذيني بعت لك ابن الجيران مشان تسكبي لي من الطبخه. لا يا مو، انا بدي اعتذر واستسمحك لانه انا مقصره معك. والله كل ما بدي اطبخ رح ابعت لك بغياب جوزك. كتر خيرك يا مو. كيف طيبة أمي؟ صحة وميت هنا يا أمي. لا بلك لا، بدهم يزلوني، إني بدهم يزلوني. شو أنت ما خلصتي شغل لسا؟ ليش معصب ابن عمي خير؟ تركيني تركيني، عصب على كيفي، لا تتدخلي بشغلي أنت بنوب، حطي لي أكل. رح أحط لك أكل بس شو في حكي لي؟ لك لا بشغلتي. شبهه؟ مكتو قال واحد امه مريضه وبده سلفه. لك بده سلفه؟ الله يقطع عمره بده سلفه. والثاني تمرض علي، قمت قلعته جدتين. يا ابن الحلال، بده سلفه يعني مو دين؟ حرام عليك كان عطيه. لك يحرم جلدك على عظمك. لك انت شو بدك بالشغله؟ شو بدك بالشغله انت؟ شو بدك فيها؟ ليش بتضحكي حالك؟ حطيني اكل وخلصنا. لك والله رح احط لك اكل بس هيك صفر محل بلا شغيله. عمره ما يكون في شغيله، وفرت اجاره. يا ابن الناس، ما بيصير يضل المحل فاضي خصوصا بالليل، في حراميه. لا تجنيني، حطي لي اكل وخلصنا. فهمتي علي ولا ما فهمتي؟ لا عاد تجيبي هالسيره. يلا حاضر. تحركي. سماح سموحة، لك سموحتي سموحة.
مراتي تعي سمورتي. شبك هدي شبك عم ترقص؟ هزري شو جبت لي؟ شو جبت لي؟ لحمة. لحمة قاطع هذا منك ياها. لك جارنا نادر نادر قال إيش كان رجع ابنه بالسلامة بده يعطي العالم لحمة وهي حصتي من اللحمة. ألف الحمد لله على رجعة ابن جارنا بالسلامة يا ربي دخيلك. والله أنا فرحانة أكثر منه. لك ما أكثر. طولي بالك بس لك شغلة بس لك شغلة. بتعرف هاي اللحمة؟ إيه بتقسميهم ثلاث قطع ست قطعس يعني هدول ستة وبتعملين إياهم مع بصل. ست طبخات سموحة حبيبتي أنت. لا خليهم 20 طبخة شو ما عليك نعمان لي. هي طبخة وحدة ما في غيرها وبدي حط معها هيك نتفد وصلي. سموحة خمس ستة ست لحمة يا لحمة ونحنا منحب اللحمة. سموحة شو صار؟ إن شاء الله بتقبرني يا نعمان. يا سموحة شو صار باللحمة سموحة؟ تفضل تقبرني. يلا بلش. طولي بالك. طولي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لحظة اتركي من ايدك. يلا يلا بس بدي لك اياها اذا كان مالحة ولا لا. لك كثير منيحة تسكني. طولي بالك لعندك مو حرام عليكي بعدين حاطة كل اللحمات انت كل اللي حاططيهم. على فكرة انا بقدر اكل هالصحن لحالي يعني اذا كثير متحصر قومي اترك لي اياه. غلطات انت تبيعك على مهلك فجعانة. عمى من الحيوان اللي جاي تشوف تا او انت بتحي. معقول انا حلمي قوم افتح وانت قاعد الجار جنبي؟ وين رايح؟ ولا لقمه. دخلني الصحن هون ولا لقمه. شايفك انا ولا لقمه. عم بحرس لك الصحن روح عم بحرس. يلا دعاية طول بالك. شايفك ها شايفك إلي ليه سوي لك كم تحكي انت؟ نحن ما معنا ما بطعميك إلك يا حبيبي عليك صناعتنا الشحادي. أحيط تضرب بي المدير مو ناقصنا غير السحادين لسه. وينه؟ حرام خلينا نعطيه. لك يحرم جلدك عن عبدك ليش نحن معنا ناكل؟ لك يا ابن الناس ما بيجوز نرد محتاج على باب بيتنا. هي قطعة اللحمة اجتنا من غامض علمه. بتفقك كفين من تركيني تركيني ها روح من وشي. والله انقهرت كثير يا امي. اول مره حدا بدق باب بيتنا. يا حرام لو تشوفي كيف بهدلوا لهالمحتاج. لا تزعلي يا مو الله بيرزقه. رح طق انا من عيشتي يا مو رح طق. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو ما رح يتغير. فالج لا تعالج يا مو. اسمحي لي اطلب الطلاق. الله ما بيقبل بالظلم فكيف بعبده؟ يو شو جابوا هاد؟ شوي طلع مصيبة يا سموحة مصيبة شوفي احترقت الدكة واحترقت البضاعة وصفيت على الحديدة راح المال والرسمال يا سموحة. لك كيف صار هيك؟ حماتي الله يخليك خلي هالفترة بنتك معك على البيت لاني ما عاد قادر أنا أصرف على البيت. أنا ما عاد معي مصاري. وليش بس هالفترة؟ لك دخيل فرجك يا الله. شو قصدي؟ قصدي أنت التهي بمصيبتك وطلقني. طلق؟ من ليه بدي أجيب لك هذا المتقدم والمتأخر؟ صهري نحن مسامحينك انت التهي ببخلك وانا بدي اخذ بنتي معي. يلا يا مو روح البس ملايتك وضب اغراضك بسرعه. حاضر. يا لطيف على هالحريق اللي صاير بدكان نعمان. لك ما خلى ولا ترك شيء يا زلمه. حتى الحيطان فحمت. هلا ليك هي مو شماته والشماته ما منيحه بهيك حاله بس كل بخيل
ما فيه خير للعباد بتلاقي انه البركه راحت من حياته. هي منخطيت امي لانه ما رضي يعطيني عالجها. يا سيدي سمعت لك سمعة انه حتى اهل بيته عم يعيشون عيشه ناشفه مثل خلقته. لك البخيل بخيل بكل شيء حتى بالكلمه الطيبه. بخاف يقولها يقوم ينشف حلقه، واذا نشف حلقه شو؟ بده بلعت مي، وبلعت مي شو يابا؟ حقها مزاري. لك يا زلمه انا نفسي افهم العالم هيك كيف بتفكر. لك حتى النفس محسوب عنده؟ ايه معلوم. يا سيدي سمعت لك بعد هي القصه انه صفي على الحديده لانه مشتري حمل قماش من تاجر وهذا التاجر ما نطره. قام اضطر يبيع بيته وباع كل شيء عنده لحتى يسدد له. سيدي الحمد لله اللي ربنا رزقنا بهالشغل عند ابو مرزوق الكريم الطيب المحترم. ايه والله، والله يا ابو مرزوق كريم. لك كأنه تأخرنا على الشغل. ايه والله مبلا. ايه انت بتحكي كثير يا زلمه. لك امشي امشي امشي. شرف شرف بلا ما نسمع لنا كلمه امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام امي، كيف كانت صبحيتك عند ام حاتم؟ والله اشتهيناك تكوني معنا، كنت سليتي؟ والله مالي خلق. نعمان بعده تأثيره بقلبي وقرفاني عيشتي. لازم تقيمين من بالك، نعمان ما في، ولازم تفكري بخطيبك المستقبلي. شو قصدك؟ كنت ام حاتم خطبتك لاخوها. كنت ام حاتم؟ من وين بتعرفني؟ يعني سمعت عنك وانا حكيت لها شوي، كان اخوها فقير ومعدم كثير. يا حبيبي ناقصني لانه لك هذا كان من زمان، بس هلا صار عنده محل وصار عنده بيت وعم يدور على بنت الحلال وبنت عالم وناس. ايه بس ما يكون بخيل مثل نعمان. لا 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 لا، اخته دائما بتقول اخي اشترى لي هاي الاسواره، اخي اشترى لي هذا الرب، ومن هالحكي منشوف. معناتها رح خبر الجماعه ليجوا يشوفوكي وتشوفي. الله يقدم اللي فيه الخير. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر. ألف الحمد لله يا أمي، الله عوضني بعد صبري. ما قلت لك ربك ما بينسى حدا. شو هالمحي الدين يا أمي، سكر وأكابر ورجال وابن عالم وناس. هو من زمان كان فقير كتير، بس ربك عطاه لأنه كان يدير باله على عمته لحتى ما توفت. أمي فعل الخير ما بيضيع عند رب العالمين، يعني هو كان يشتغل بالأجرة عند العالم حتى يطعمي عمته اللي ما لها حدا، ولما ماتت الله يرحمها باع هالبيت وشغل مصاري وقال له الكريم خود. الحمد لله الحمد لله. ألف الحمد لله. يا الله يا الله. مرت عمي هون. لك يا ميت أهلا وسهلا، يا حلت علينا البركات. بقامتك صهري. يا حبيبة قلبي أنا. يلا أنا لازم نمشي بقى. وين لازم تمشي؟ إيه علي ما علي، ما بتتحركي لتاكلي معنا هاي الصفيحة، جايبة هلأ تازة من الفرن. يا مو ابن عمي حلف خليكي. طيب ماشي. يلا بالإذن رايح غسل إيدي وراجع لكم. يلا تقبرني. يا مو خذي هدول وجيبي اللبنات، أنا رح أفتح الباب. يلا يا مو يلا. شبكي يا مو؟ كان في شحاد عند الباب. حطيتيه من خير الله، ليش زعلان؟ ايه؟ ايه؟ شو بنا؟ شبكي سموحة ليه زعلانة؟ ابن عمي ندق الباب واجا شحاد
بس احذرون مين كان؟ مين؟ نعمان الجوز السابق. يا لطيف، بدي اسألك، انت بزماناتك لما كنتي مع نعمان اندى عليكم باب البيت وطلع شحاد وكان بده ياكل ونعمان قلعه، مزبوط؟ ايه مزبوط. شو عرفك؟ انا كنت هداك الشحاد، يوميتها كانت الدنيا مسكرة بوشي، مو ملاقي طعمي عمتي، صرت دق على هالبيوت وطلع لي نعمان وقلعني، بس يوميتها سمعت الحديث اللي صار بينك وبينه وكيف انتي كان بدك تطعميني. يا لطيف شو الدنيا دوارة. اي الله صار لي صار. عدي مرت عمو، عدي عدي سموحتي، خلونا ناكل الصفية حالك. الله لا يحرمني هالأنامل. وهي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، الله يبارك له. عادي تقبليني؟ لا والله لا والله، كل مالي دخلصونا عدو بقى. طب أنا بياكل معي جنب بعض. يلا وهي اللبنات صهي مرعبوا لبن غنم هذا. نسلم إيديك يا رب.